حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. أرض العراق أرض الجمال، وبكل محافظة أكو إبداع رباني عظيم. حلقتنا اليوم من منطقة زراعية ممكن نعتبرها المنطقة الأجمل في محافظة صلاح الدين. اليوم حلقتنا من ناحية الإسحاقي التابعة لقضاء بلد. الإسحاقي متنوعة زراعيا ومختصة بالبساتين المنتشرة بأغلب أراضي الناحية، الحمضيات والنخيل والعنب والتفاح وفواكه عراقية رائعة. لقاءاتنا اليوم مع مزارعين ولدوا وتوارثوا هاي المهنة اللي تمثل هوية العراق الحقيقية. مع الأسف هذا الجمال ما يكتمل مثل العادة بسبب التقصير الكبير من الجهات المختصة وانخفاض الدعم المقدم للفلاح وانتشار الآفات الزراعية اللي للأسف صارت عادة سيئة بكل منطقة نزورها وتمتلك بساتين نشاهد الآفات مستفحلة بشكل كبير. حلقتنا اليوم جميلة ورائعة رغم السلبيات من ناحية الإسحاقي، ابقوا ويانا. أحبتي المشاهدين، لقائنا الأول من برنامج أرض السواد في الإسحاقي، هذه المدينة المعروفة جدا بزراعتها وبساتينها المنتشرة بأغلب أراضي هذه المدينة الرائعة حقيقة زراعية معروفة من أهم المناطق في محافظة صلاح الدين، وما أبالغ إذا قلت من أهم المناطق الزراعية بعموم البلد. لقائنا الأول راح يكون مع أبو أيهم أحد المزارعين في هذه المدينة اللي أكيد عنده معلومات كثيرة ممكن نستفاد منها، وأيضاً عندهم معاناة الفلاحين وأصحاب البساتين ممكن يعني إن شاء الله توصل إلى الجهات المختصة. رحب بك أبو أيهم. أهلاً وسهلاً، شلونك إن شاء الله بخير؟ الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخليك. صحتك شلونه؟ الحمد لله بخير. أموركم بخير إن شاء الله؟ أهل الإسحاق عموماً كلهم بخير. مرت سنوات إعجاف، نعم، مو بس على الإسحاق، على كثير من مناطق بلدنا، الأوضاع الأمنية وغيرها من هذه الأمور، لكن الحمد لله قدرنا اليوم نتجاوزها بأسرع وقت بجهود كل قواتنا الأمنية البطلة. أبو أيهم، أريد أعرف في البداية الإسحاق، تعرف هسه اليوم نقول بلد ممكن أول شيء يجي على بالنا العنب، نعم، ممكن أيضا الديجيل في بعض الأحيان أيضا، نعم، موضوع العنب. نعم. الإسحاقي هويتها الزراعية بشنو تختص أكثر شيء؟ والله هي الإسحاقي قبل يعني عقود من الزمن كانت يعني مشتهرة بالحمضيات. حمضيات. الحمضيات تأثرت بأمراض وهي الذبابة البيضاء. دمر العالم هاي. دمرت المزارع يعني. هاي هسة اللي تشوفها قدامك، هاي المزارع كانت كلها عبارة عن غابات مزارع حمضيات. نعم، يعني ماكو فلاح بالإسحاقي إذا ما عنده يعني مساحة واسعة من أشجار الحمضيات. نعم، هي نفس الذبابة البيضاء اسمها ذبابة البحر المتوسط؟ والله هي ما أعرف يعني المصطلح. هاي الذبابة شو تسوي بالتحديد؟ هذه تذب بيوض بالأشجار ما الحمضيات، ويصير مادة الدوباس وتبدأ تتآكل الأوراق مالتها وتتساقط إلى أن ينزل من السيقان إلى الجذور وتنتهي أشجاره، والنهاية مالتها هي قلع وذب. هيك توصل مرحلة. نعم. بهاي يعني تأثر تأثير كبير جدا. طبعا. نعم. أثرت يعني على. فالإسحاقي معروفة بأساسه أشجار حمضيات. نعم. دخلت هاي الذبابة، نعم، وأثرت عليه الحمضيات في هذه المنطقة. نعم. صار اضطر المزارع يبحث عن أشجار ذات جدوى مردود يعني اقتصادي اقتصادي، فاتجهت شافت أنسب شيء إلها هو أشجار العنب، فجربوا العنب. بدأ العنب يعني ما شاء الله يعني نجاحه باهر نعم، وانتاجه قوي ويعني مردوده ايضا قوي بالنسبه للفلاح،
بس مع ذلك ايضا بدات امراض واحنا نتخوف يعني من هاي الامراض، انه كما في السابق حصل الاشجار الحمضيات والنخيل ايضا يعني يصيب هذه الاشجار. يعني عندكم تخوف مثل ما خسرت الحمضيات ممكن تخسرون. نعم اكو هسه بعض الفلاحين عند ما يبدا الموسم في فصل الربيع عندما نعم. تزهر الاشجار يبدا امراض وهي الامراض الفطريه بالدرجه الاساس. نعم هاي الامراض الفطريه يعني بعض الفلاح ما قدروا يسيطرون عليها تماما، مثل السيكاد، مثل الحشره، لا البياض الزغبي عندك ايه؟ عندك الدقيقي، عندك العفن. هذه الامراض يعني انتشارها واسع. موضوع العفن اللي كان ضيفي استاذ سمير اتوقع اللي اصبح مدير عام دائره وقايه المزروعات، نعم. يقول العفن يتحمل الفلاح لان المياه تظل راقده بالقرب اليوم من جذور العنب، فهذا ياخذ رطوبه وياثر لا. عليه. النظريه مال الاستاذ سمير مع احتراماتي الى مو صحيحه، هي الخلل مو بالري او الخلل موجود بالتجار مال الاسمده ومال المبيدات. المبيدات الزراعيه، المكاتب الزراعيه. نعم المكاتب الزراعيه بالبعض. نعم. نعم اكو هسه مكاتب يعني تجي فلاح مثلا اخذ من مكتب، نعم نفس الجدول بالنسبة للفلاح وفلاح آخر. الفلاح هذا بدأ يرش بالتوقيت المضبوط والفلاح الثاني يرش أيضا، ولكن هذا رش المبيدات الزراعية من شركة والفلاح الثاني من شركة أخرى. من شركة أخرى. هذه الشركة على سبيل المثال اشتغل المبيد مالتها، الوقاية مالتها اشتغلت بصورة صحيحة، والشركة الثانية ما اشتغلت بصورة صحيحة فتضرروا. اكو فلح يعني صار له موسمين، نعم ما حايش ولا مصدر للسوق حتى 20 كيلو عنب، وزراعته ما يقارب عنده 7 دوانم 6 دوانم 8 يعني ما يقارب الى يعني شو اقول لك 3000 شتلة عنب، ما عنده انتاج ولا حتى 20 كيلو. بستان كان، بستان كان اي موسم يعني حتى ما يكفي الاهل عائلته، ما يكفي حتى يخليه بسله يوديها للبيت ياكل من عنده ما تكفيه. شلون عايش؟ وهذا بالمناسبه طبعا صرف قوي. صحيح مبيدات غاليه كلها يعني. جد اسعارهن ابويهن؟ والله اني هسه على سبيل المثال اقول هذه 3.5 دوانم ايه يعني صرفياتها تقريبا 5 ملايين دينار رقم. نعم وبعد الموسم يعني بعد وراء باع طويل يعني ما ينتهي، لازم هم تصرف. هاي الفترة هاي الأراضي كانت حمضيات، هاي كلها كانت حمضيات، بس باقي هذه الجهة من نعم. من 70 دونم باقي هاي 4 دوانم حمضيات من 70 دونم، والباقي ممكن انه زي تجربت الاثنين تشتغل بيهن. أكيد. أنت أكثر شيء المال تحب؟ والله هي كعمل، إحنا كعمل بالنسبة أي فلاح حس توجه له هذا السؤال إجابته تكون هي الحمضيات. السبب؟ السبب مريحة أمراض أجمل يمكن وحلوة يعني هي الحمضيات، يعني سيدة الفاكهة هي الحمضيات. نعم نعم يعني أبو أيهم من خلال كلامك إنه العنب مقاوم أكثر من الحمضيات؟ والله شوف هي الآفة اللي موجودة هي الحشرات، يعني الحشرة اللي اجت هي قوية بالنسبة للحمضيات، يعني فتكت بها جملة يعني قوية بالنسبة للمساحات واسعة. الحمضيات أيضا تتعرض للأمراض، واحنا نتمنى يعني عن طريقكم خدمتكم الله يسلمك ويوصل يعني صوتنا نعم. للجهات المختصة. رسالتك توصل نعم. إلى مكتب الإعلامي لوزير الزراعة وإلى دائرة الوقاية مباشرة. نعم. تفضل. إحنا بالنسبة لنا نحتاج أولا دعم الأسمدة صفر بالنسبة لنا. الفلاح يعني ده يأخذ الطن بالسوق السوداء الداب ونوعيات رديئة مو جيدة،
يعني وصل تقريبا حتى الى 1,800,000 دينار في فترة. نعم نعم, نعم. رجع يعني هسه أنا واحد من الناس ماخذ الداب سعره 1,300,000 دينار. زين هن كلها طن 20 كيس كيماوي, اذا اريد اذبها بمساحه ما تكفي له 100 متر يعني في 100. نعم الاراضي تعبت يعني مزروعه صار لها 10 و15 سنه تعبت يعني تريد تسميد قوي. نعم نعم. والمبيدات موضوع المبيدات شنة. والله اسعارها ايضا باهظه. شلون تشترون المبيدات؟ المبيدات يعني تدي شركات هي واكو يعني خلينا نقول رموز بالنسبه لهاي المبيدات. نعم احنا كفلح الرموز هذه شغلات علميه, احنا ناس وسطاء يعني ما نعرف, لازم اكو واحد متخصص بالضبط اختصاص. احنا نروح للمكاتب, يا بعدنا فلان امراض بالبساتين يخصص لك المهندس المختص مثلا بالمكتب الزراعي. هسه عندهم قانون جديد انه لازم اي مكتب زراعي لازم اكون به مهندس. نعم شلون الصيدليه بالضبط مهندس زراعي هذا يفيدكم اكيد, هو استشاره يعني مهندس هو اختصاص كيميائي يعرف اكيد هاي هذه المبيدات. زين هالسنه موسم العنب شلونه؟ والله موسم العنب بالإسحاق. أردأ موسم السنه أردأ موسم يعني أسوأ موسم أنت شايفه بعينك؟ نعم أسوأ. شنو السبب؟ كميات لو جودة؟ لا الكمية, كمية وجودة اثنيناتهم كمية وجودة. قلت لك يعني من 20 فلاح الله سلم فلاح مثلا بستانة نجا من الأمراض وعوامل. صارتكم مشكلة الأمطار الأخيرة يعني حرقة صارت ويا موسم الحصاد. نعم حرقة البساتين حرقة يصحوا لها اللفحة الحرارية يعني والله ما أعرف أثرت عليكم أكيد مباشر. أثرت مباشر تأثير مباشر صار بيه سواد وبيحتراق يعني بهذه الطريقة احتراق التزهير كله احتراق. زين اكو دائرة زراعة الإسحاق لو ماكو؟ اكو زارتكم؟ والله الدائرة لا ما زارتنا. الدوائر همومها غير هموم هسه. شنو همومها؟ همومها ما اعرف يعني ايضا مثلا ريال مدريد عقد ويا كيليان مبابي لو برشلونة شكل غير شغلة الدوائر الزراعية شنو هو يعني شنو اللي شفناه من الدوائر الزراعية؟ شنو اللي غير شغله؟ اجى فد مهندس ابو الارشاد جاكم مثلا ماكو لا ارشاد ولا مهندسين ولا لجان ولا اي شيء يعني حتى لجان تعويضيه هو ماكو. هسه مثلا فتره من الفترات ابو الرز ابو الشلب في النجف الاشرف وبالديوانيه نعم عوضوهم للمازرعه نعم. مثلا واحد اذا صارت امطار او احترق محاصيل القمح نعم. عوضوه ابو الاسماك هو اقاطعك زين يوم انتم فلاحين واراضيكم مسجله اقاطعك اني بالنسبه للدوائر الزراعيه تركض ورا جانب يمكن بيه مردود لهم شوي يستفادون من عنده يا جانب مثلا زراعه القمح يا المشكله زين زراعه القمح يمكن يروحون وراها يركضون اكو يجوز فوائد قنب 350 نعم بتقارير أيه. بكذا يعني اما الفلاح ابو الفواكه والحمضيات اتحدى واحد منهم اجى صار لي هنا يعني عمري 55 سنه اتحدى فلاح من 2003 العفو مهندس بدائره زراعيه خاصه مال الاسحاقي اذا اجى وزار بستان واحد زين بالهم المواطن بس ياكل خبز أكيد ما يريد عنب ما يهم هو لو ما يحلي وراء الخبز يعني هسه دائرة مثلا دائرة الإسحاقي الزراعة مال الإسحاقي يعني شنو اللي قدموه هي كل الدوائر بالنسبة للعراق نفس المنهج ونفس النظام كلهم سيستم واحد ماك ولا واحد بيهم إجا قال يابا خلي أطلع أنا على فد منطقة بها ضرر هاي البساتين وأقدم تقرير أرفع تقرير لوزارة الزراعة ماكو للبيئة ماكو القليل اللي انتشتوه وين تروحون تسوقوا؟ والله هي مشكلة التسويق صعبة بالنسبة لنا ليش؟ صعبة حيل شنو المشكلة؟ تنقل من العلاوي تنقل من العلاوي يعني بدأت الأسعار ما تخدم يعني ما تخدم الفلاح ماكو الأسعار مو مدعومة
وقت الموسم من ينزل الانتاج مالتك للسوق، هسه بعد 10 ايام راح تلقى المستورد وموجود دافن السوق دفن. يعني مستورد داخل؟ نعم مستورد، مستورد بعز احنا ما ننتج، بعز ما ننتج احنا المستورد، يعني ما يقارب اذا احنا ننتج 90% نودي للسوق نلقى بالسوق ما يقارب 60% المحصول. هاي مشكلة موجود بالسوق واسعاره مضاعفه عن الاسعار، عن اسعار المنتوج العراقي. نعم زين، يعني اسعاره مضاعفه. يعني انا لويش اروح اجيب مستورد وان عندي بهالبلد هذا خيرات؟ انتظر لحد ما يخلص. زين خل انت شيء مفقود من السوق اروح اجيبه. مشكله والله. زين احنا نريد، انا فلاح ما موجود عنب، انا مزارع مال عنب ما موجود عنب، اروح اشتري من السوق مستورد اكل عنب. ابو ايهم كل التحيه والشكر لك. اهلا وسهلا بكم، وعلى الله يساعدكم حقيقه. اهلا وسهلا. احنا اليوم ارض السواد ضامن وياكم مع مزارع الاسحاقي، مع مزارع العراق كله بهذه المشاكل الكبيره قاعد تعانون منها. شكرا جزيلا، اهلا بكم. اهلا وسهلا وحياكم الله، ونرجو يعني انه تنقلون للجهات المختصه يعني حتى تخفف من كراهيه الفلاح العراقي. نتشرف بكم. اهلا وسهلا بكم. طبعا احبت المشاهدين، من الدجيل والى الراجديه قلنا خلينا نجي للاسحاق. يجوز اليوم الظروف الزراعيه تختلف، ولكن للاسف البستاني او الفلاح العراقي قاعد يعيش نفس المعاناه بموضوعه المبيدات والامراض اللي قاعد تنتشر بشكل كبير في هذه البساتين. اليوم بعد يوم مثل ما قال ابو ايهم خسرنا الحمضيات، تحولنا على العنب، ممكن نخسر العنب مستقبلا اذا ظلت هذه الاوضاع مستمره. احبتي المشاهدين، حلقتنا من برنامج ارض السواد مستمره، ابقوا ويانا. مشاهدين لقائنا الثاني راح يكون مع دكتور حسين، احد ابناء الاسحاقي. والحقيقه اليوم حتقولون دكتور حسين وانت ملتقي وياه على برنامج ارض السواد اللي يهتم بالزراعه، شنو الربط؟ هل هو دكتوراه بالزراعه؟ لا، دكتوراه باختصاص اخر راح نتكلم وياه، راح نعرف كثير من حياته وايضا اهتمامه بموضوع الزراعه، لان كل ابناء الاسحاقي هم مهتمين بهذا الشان المهم جدا. نرحب بك دكتور. حياك الله، تشرفنا بكم برضه الاسحاقي، واهلا وسهلا. الله يحفظك دكتور. دكتور شنو؟ دكتور شريعه، شريعه اسلاميه. ما شاء الله، ربي يوفقك ان شاء الله. الله يبارك. سمعت جامعه الازهر بالقاهره؟ اي جامعه الازهر قاهره المعز، تقريبا من اعرق الجامعات الاسلاميه حاليا الازهر. ايه يعني نبذه مختصره بها اكثر من 70 كليه. 70 كليه مختلفة، يعني مختلفه علميا اسلاميا زراعي فول. هم الزراعه مزرعه احسن من عندنا مصر. اها، ما عندهم استيراد نهائي مو مثل العراق. عندهم نهر واحد، نهر واحد بس ما شاء الله. يعني الاقتصاد مالتهم شويه اضعف من اقتصادنا، فيعتمدون على الزراعه و ما عندهم نفط. اي ما عندهم النفط صار عندهم، هم زراعه وسياحه. مصر زراعه وسياحه المصدرين الرئيسيات. ما شاء الله. الزراعه متقدمه. ايش قد تروح القاهره وايش قد تجي هناك؟ والله كان سنين تحضيريه هناك، كنا تقريبا سنه، وحاليا مرحله الكتابه يعني هنا. لازم تروح بس تناقش. كل ست اشهر هيك نروح مره. مريت على مزارعهم؟ مريت مزارع القريب على القاهرة، يمكن بالجيزة جيزة دار ما دار القاهرة، مناطق القريبة يعني. اها جيد، متفوقين علينا احنا، متفوقين علينا الشيء. الدعم الحكومي افضل من عندنا، مع العلم الحكومة مالتهم وميزانيتهم اقل منها باعتبار تصدير قوي. يعني هسه عندنا النخلة البرحية العراقية، هسه هناك تقريبا سبقونا بها كميات، هاي بالجديد دعم قوي لهم من الحكومة. يعني بالاضافة عندك معلومات على ارقام ايش قد يعني؟ لا ارقام بالتحديد ماكو، بس هناك احنا بالسوق برحي قليل، يعني كله تصدير، هم ماخذيه يعني شغله اقتصاديه مو للشعب، باعتبار جدوى اقتصاديه عاليه فيصدروه برا. حتى شعبهم يعني بالسوق باعتباره غالي ما موجود، باعتبار طبقه فقيره مصر اغلب يعني. اي الامور الرديئه والمحليه جدا يعني موجوده بالسوق.
نعم من هاي الناحية. ليش اختارت الأزهر؟ والله هي تقريبا باختصاصاتنا هي الكلية الأولى يعني من ناحية التقييم، فاختارت الأزهر. ناس متسامحين يعتبر يعني علامة يعني الأزهر أكيد مهم جدا بالعالم الإسلامي يعني، وتحياتنا لكل شيوخ الأزهر اللي حقيقة تاريخ ناصع. إنه الحمد لله خطاب الوسطية والاعتدال حاليا جدا والاعتدال. دكتور بس مثل ما قلت ان المشاهد ممكن يستغرب انه دكتور بالشريعه انا جايبه ممكن ضيفه تكلم لي على موضوع الزراعه، ولكن انت ايضا مهتم بشؤون الزراعه. احنا هاي المهنه هي ابا عن جد يعني ولدنا بها، الامور الثانويه الدراسه ما دراسه يعني صارت شغله عاديه جدا لكلها الحمد لله. تقريبا 90% من المناطق مع العلم الزراعيه اغلبها شهادات عليا واقل واحد متخرج حاليا ما شاء الله. فيعني الزراعه شغله ويانا يعني مهنتنا يعني، هو مثلا بغداد غير مناطق الناس عنده وظيفه وعنده شغل ثانوي، احنا صار شغلنا الثانوي هو مع الوظائف اللي متوظف عنده شغل ثانوي زراعه يعني. صار ثانويه؟ اي ثانوي هي كانت رئيسيه بس هسه بسبب تغير يعني الظروف الامطار وغيرها صارت يعني شبه ثانويه، ما يقدر الواحد يعتمد عليها 100%. يعني صار سنتين حجاب وجههم قبلي انضربت بساعتين تقريبا 80% من اهل العنب. اللي ما عنده شيء ثانوي يتأذى، بقى مديون، بقى يتسلف وتصاري يعني مشاكل كثيره صارت. نعم انتوا كعائله اختصاصكم شنو اكثر شيء بموضوع؟ احنا عائلتنا انا شريعه وابوي شريعه وعمي شريعه. اختصاصكم موضوع الزراعه؟ الزراعه عندنا فلح، عندنا بساتين يعني شنو؟ عنب وحمضيات لهم قصيناها تقريبا نفس عنب القصة. ايه عنب تفاح تقريبا عندنا كذا دونم هم قصيناه العام والسنه بقى توالي، هسه راح نقصن هاي السنه. تفاح يشيل بس الجدول الاقتصاديه بسيطه ما قصوهن اي نقتل يعني نبدله عنب. ايش قد عمر هذا البستان؟ يعني عمره 8 سنوات. 10 تفاح بسرعه يصير يكبر يعني مو مثل الحمضيات. وراح تغيرون شنو؟ اي غيره عنب اكثر شيء عنب او ربما برحي ونومي باص نومي حامض. خساره إيه. خسرنا هاي المشكله يعني اليوم مثلا فهمنا انه موضوع مثلا نتكلم ابو ايهم قال انه موضوعة الحمضيات اللي غيرناها انه مثل تتعرض بسرعه ممكن لامراض تتاثر. التفاح ليش قاعد تغير السعر؟ تفاح فول يعني ينباع بربع دينار او اقل الكيلو، انت خسران عليه سنه كامله وتعب ما بيجد اقتصادي. العنب تقريبا 900,000 افضل. نومي حامض نومي حامض فول بس سعره يعني شويه عالي. الشتله مالته عاليه، اذا تجيبها كبيره تجوز 7000 10000 الشتله وحده. انت عندك بستان تريد فد 500 شتله، وكذلك النخل وياها غاليه حاليا البرح يعني الحر والنسيج كله غالي. نعم العنب تقريبا زراعته اقل شيء يعني سعره اخفض منهم بس ايضا يتاخر. النوعيه زينه حلوانه 5 سنوات يعني يلا يصير فول، قبلها تقريبا 5 سنوات تمنين يعني الواحد على شنو يعتمد. يعني مشكله ماكو هويات زراعيه قاعده تتغير يعني. يوم انا مثلا استغرب انه مثل ما نسمع انه البصره شيء يجي على بالك نخيل تروح على دياله برتقال الحمض برتقال دياله. فكل محافظة أو كل مدينة لها هوية زراعية للأسف قاعدة تتغير حسب الظروف. النخل حافظ تقريبا بالعراق. نعم. يعني يتحمل. 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 ولذلك حاليا توجه حتى العتبات وغيرها وغيرها. آلاف الدوانم حولوا النخل النسيجي مجهول وبرحي وأنواع كثيرة. هذا يزيد يعني. إذا يزيد. وسعره بالسوق يعني البرحي أقل شيء 2000-2500 الكيلو، وهي تشيلها في 300 كيلو. بس مشكلتها غاليه، الفسيله وحده 200,000 180 حسب الحجم والنوعيه والمصدر. نعم. الناس لو بيدها هسه يعني مثلا واحد يريد يحول دونم برحي يحتاج تقريبا 12 مليون او شد يعني. ايه. 10,000 دولار حتى يحول دونم نموذج برحي. دونم. حتى الدونم. 11 دونم. اي هو جماعتنا عندها 10 15 20 اذا يحولها كلها برحي. فرقم يعني. فحاليا تدريج العالم يعني يصير عنده بالسنه نخلتين ثلاثه زياده فلوس مليون مليونين يجيب شويه شويه. نعم. بالشريعه من خلال اختصاصكم اهميه الزراعه شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى حتى لو تدري بنفسك راح تموت ازرع فسيله، هذا ابسط شيء. اها شيء مبارك الزراعه طبعا اكيد. اكرموا عمتكم اكرموا عمتكم النخله، بها حديث صحيح ايضا. صحيح. هو الاسلام يعني هو احنا زراعه وتجاره بنفس الوقت، انت راح تاجر بالمحصول صح وتسعه اشهر رزق بالتجاره. يا سبحان انت من راح تزرع ايضا راح تصير مزارع وتاجر بنفس الوقت. اكو ناس يعني وصلت مرحله يقول لك مثلا عين ابني شرطي ياخذ له مليون ونص حاليا افضل مصر. افضل من انه مثلا خليه يزرع. هسه ناس عندها متعينه وعندها مليونين او اكثر راتب هم زارع لو لازم فلح لو كذا
مستحيل الراتب والوظيفه تكفي حاليا بالعراق. لازم يعني كل شيء صعد، هو شفت تغيير الدولار وغيرها وغيرها. احنا اليوم قاعد نخسر اراضي زراعيه، فقاعد نخسر وظائف زراعيه، قاعد يتجهون الى الاعمال الاخرى. فهل اليوم يعني اليوم نصيحه اليوم الى العوائل اللي خاصه مثلا يقول لك انا عين ابني شرطي يجيب لي 1.5 مليون، افضل ما اخليه يزرع ويقعد الصبح وهاي الامور. التغيير هذا اللي حصل، واحد مثلا عنده قاع فلات ابيض يحتاج له مصدر قوي مال، الدوله ماكو اي دعم لا من الزراعه ولا من غيرها ولا من دار الزراعه، حكى ابوي هم الموضوع. صح صح، احنا عندنا شاهد يعني قبل شهر ونص 4 مدراء زراعه بدلوا بالاسحاق بشهر واحد. شهر واحد؟ شهر واحد. لا لا بس معقوله الكتب الرسميه اذا تريد نعطيك اياها ورا البرنامج. 3 مدراء و4 بشهر واحد او شهر ونص بدلوهم. ليش؟ دخلت السياسه حتى بهذا الموضوع، وانت تدري السياسه ما تطلب شيء ما تخربه. يعني هذا الجهه السياسيه، هذا الجهه السياسيه، هذا الجهه السياسي، يعني تدري انتخابات. هو اول شيء منصب يعني ما نحكي على ما وزير. ما في فد شيء يعني مهم يعني هو خدمي مصر خدمي أو مدير عام وكيل. لا اسحاقي ناحيه. اي لقضاء. احنا شعب الزراعه مو مدير شعب ولا شعب يعني. 4 خلال شهر؟ 3 او 4 يعني 3 متاكد 100% احتمال يمكن 4 او ما اعرف. وجزاء راح يتغير لو ثبت يعني يقولون عليها ما ثابت 100% اي والله يعني سلفه هاي هم السلفه كل شيء يعني كل شيء صار ضد الفلاح اسبوعيه هاي يعني صارت كل شيء صار ضد الفلاح الافات يعني ومشكله عندنا انه ويا افات اللي تجي من خلال الجو اللي امراض الفطريه وغيرها عندنا افه الخنازير اجلكم الله مشكله حاليا توصل ليش مناطق مليان هسه جزء بالليل يجي هنا وين سواكفين يجي من هنا انتشار خطر اليوم على الاطفال اصلا يعني صار وصل مرحله انه ما يخاف الخنزير العام قبلها كان شويه يخاف صار شويه تعود على البشر اكو صارت حوادث عندكم واي حوادث مثلا يعني يجي واحد فز خنزير ما ادري بيه ضربه مثلا بالرجل وبغيرها بكذا يعني تدري شو قاعد تكافحوهن هي هاي المشكله الدوله ما تكافحهن اذا اطلاق رصاص قوات امنيه تمنع وايضا الناس مثلا تشرب بساتين جاك خنزير ما تضرب ما تجوزك احد وراك كذا ثاني اغلب الناس اغلب الناس ما عندها سلاح اي وقت عندنا هي كسريه طشاريه بس هاي يعني اكو طلق خاص من الخنازير بس هم يعني رادك فريق مثلا فريق قوي تدعم الحكومه وهاي الامور ويعالجونها زين اسلاك الكهرباء خاطر الناس يعني تسقي بالليل تسقي بالليل يعني احنا هسه بالنهار ماكو كهرباء واغلب السقي حاليا ماطورات يعني مو يعني توصل لمناطق كان فيها سكان صف يعني. البيت يمشي حتى يأثر يعني بعض الأسمدة يعني الأسمدة الحيوانية الناس بعد ما تخليها مرات يجي الخنزير يهيج يخربها تنسد هو حيوان خبيث أيوه يدور هاي الأمور فالأسمدة يعني الحيوانية الناس خففت من أذى العناوين نبى الأمراض نبى طلعت من الخنازير هو المطر والخنزير حاليا أخطر عفتين المطر المطر في الشريعة تعلمونا خير المطر وقته آه. أي بوقت رحمة وبقت لا مرات تصير بالعكس نقمه اي مثل ما جسن بتزهير العنب وغيرها صح صح يعني أكبر. نادر حكاويهم تقريبا 10% 15% ببساتين شدت يعني وراحت من الخسائر مالتها وبقى هو الاهمال الزراعي مال الحكومه هذا على مستوى العراق مشكله يعني ماكو حل الموضوع موضوع المياه شوي اكو تغيير المياه زين المياه عندنا هاي القنوات بس هاي 7 ايام ما تكفي ها معقولة؟ ما تكفي يعني 7 يطوكم 7 يقطعون؟ 7 هو نظامهم راشن هو هذا النهر الإسحاق سهل بالأسبوع البي مي حاليا ايه بي مي ايه شفت الأطفال يسبحون احنا الإسحاقي من سامراء يعبر الدجيل عاد هذا جزء عندنا إسحاقي فرعي هذا 6 ايام 7 ايام لنا و7 ايام للدجيل مناطق الدجيل حلو جيد يعني. جيد بس ما يكفي 7 ايام الناس بس الحمد لله هاي المناطق اللي هي بين الشاطئ بين شارع العام تقريبا 5 كيلو البيرة الأبارة يعني نسبة الأملاح قليلة. سمع الصوت ذكرت موضوع الخنزير. لا عاد توقع جزء. مع احتراماتنا للأخوة. لا. ما يجي هيك وقت. لا. حتى نكمل حلقة. بالليل هو أكثر شيء بالليل والفجر. إي زين سمعت إيش خير خش قلت لا. لا إحنا تعودنا. يتحصر هنا هذا المثل. تعودنا جدا عليها يعني. كل التحية والشكر لك. ربي يوفقك بدراستك وبعملك وتكون مثال للطالب العراقي اللي موجود بأبرز. الله يبارك فيك. الجامعات. مثل الأزهر من أبرز الجامعات الإسلامية تشرف في هذه المنطقة تحياتنا لك وربي يحفظك شرفنا بكم حياكم الله وسهلا أحبة المشاهدين لقائنا مع الدكتور حسين أحد أبناء الإسحاقي اللي تحدث بشكل مهم جدا عن كل هذه الأمور وتحدث بكل مصداقية عن ما يحدث من مشاكل يتعرض لها المزارع
في هذه المنطقة الزراعية المهمة. تشوفون ما شاء الله البساتين خير من الله، لكن نحتاج إلى الدعم من الجهات المختصة. حلقتنا مستمرة، ابقوا يانا. مشاهدين، من الامور الايجابيه بالنسيج المجتمعي في الاسحاقي، اغلب يعني انا خاصه اللي التقيت يعني مرتين جيت لهذه المنطقه، شباب الاسحاقي يفتخر بكونه يهتم بالزراعه، مزارع، يمتلكون بستان مثل مال والدهم او اعمامهم يشتغلون به، ولكن اغلبهم كملين دراسه، كان بكالوريوس، ماجستير، بعض الاخوه هسه قبل قليل التقينا بدكتور واصل لمرحله الدكتوراه. يعني اليوم استاذ فاروق ضيف برنامج ارض السواد، حياك الله، الله يحفظك، مدرس. اي نعم، مدرس، مدرس بمدرسه في الاسحاقي. اي نعم، مدرس. وايضا فلاح. يعني ما شاء الله شيء جميل جدا التنوع. نرحب بك. الله يعزك يا مرحبا، حياكم الله بالاسحاق. الله يحفظك، كيف الاحوال؟ والله نحكي فصحى لان انت مدرس عربي كيف. ايضا فصحى عربي. الله يخليك. شو تريد؟ اعرب لي ارض السواد. أرض السواد هي بكثرة الامتازة بهذا الاسم، كثرة الخير. مو تعرف لي اياها. أرض السواد، أرض السواد مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. مرفوعة. اي مبتدأ وخبر. نعم. ظفر مقدم أرض السواد. اي نعم. هاي شلون تبلش فيها؟ شنو؟ ظفر مقدم برنامج أرض السواد، أعرب لي اياها. ظفر مقدم برنامج أرض السواد، مبتدأ وخبر، والباقية تسلسل بها. المضاف مضاف إليه؟ مضاف إليه، تجي حسب الجملة. ها، حسب الجملة. نعم. جيد. حياكم الله. يعني ظفر مرفوع مبتدئ. اي اكيد اكيد. اسم اسم ظفر لن يكسر. اي اكيد. ونعم. والمخرج ايضا الكادر والايام كلها ان شاء الله لن تكسر ان شاء الله، وانت ان شاء الله. الله يعزك. استاذ فاروق، بالبدايه اريد ابدي ايضا بمشكله والله العظيم. انا خليني اقول لك بصراحه، رحت لي بساتين ديجيل، شفت الوضعيه، موضوعه امراض كثيره. رحت الى الراشديه، شفت، قلت خلينا نغير بالراشديه ايضا نفس الموضوع، خلينا نغير. والله مره النفايت بالاسحاق شفتها شويه ما شاء الله بساتينها يعني. نعم. كبيره. قلت بلكت ما كامره. ارض زراعيه. قلت بلكت ما كامره. لا ما تخلى. شو مشكله؟ يعني احنا عندنا بهاي يعني سبحان الله سنه بعد سنه الامراض ذات الزايد. يعني كل سنه يجيك مرض فطري حشري، يعني مشكله. تزرع تفاح يجي مرض، سبحان الله، التفاح يعني يؤذي. هسه حاليا احنا يعني عندنا بساتين تفاح دنقصها. الحمضيات تأذت، ذبابة بيضاء وغيرها وغيرها. حاليا يعني الأغلبية حولت على بساتين العنب. العنب صار تقريبا هاي الثمان سنين وجاي السوق مالته يعني بدأ زين. حاليا صار سنتين ثلاثة وجاي بلشت بيه أمراضهم قوية. يا أمراض ساتر. أي نعم. أمطار متأخرة تجي تسبب أمراض فطرية. يعني تشوف الشجرة ما بيها شيء، باو عليها تجي ورفتها تلقى الشجرة منتهية. تلقي يعني مرض، اي مرض فطري ضارب الاوراق. يعني متعفنه؟ اي اي الاوراق يضربها. يقولون هاي خايسه. خايسه، شلاحه بعد ما لها طب. مرض يضرب الورق ينزل مباشر على الجذر. الشجره ورا فتره تلاحظ انه لها بعد ما بقى لها طب. نعم. تنتهي. هذا احد الامراض. اي ان اكو فلاح مثلا منتبه يشوف انه بدايه اكو مرض بالبستان، يرجع على المبيدات، على المكافحات الزراعيه، يشتري يعني كله على حسابه. دعم حكومي ماكو، هاي منتهي منها. دعم حكومي ماكو. يعني انت تشوف الشجره والثمر مالت العنب بلش يعني مثل ما يقول جاهز انه ينباع كامل، العنقود شو كامل. يجي مرض فطري انت ما منتبه، اما ترب او مرض فطري يضربه، تشوف البستان كله يعني كانما راش عليه تيزاب او مي حار مثل ما يقول، الزرع يتدمر. الفلاح تدري مشتري منه مبيدات بكذا مليون، اقل بستان كذا مليون ياخذ له مبيدات ويشتري. فرضا انا جيت سويت لي بستان مال عنب. اي نعم. عندي خمس دوانب. اي جي اصرف عليه مثلا لازم. خمس دوانب يعني بالقليل اذا ما تصرف لك قرش يعني برادك مليونين ونص الى ثلاث هاي مبيدات.
بس مبيدات. اي يعني في هاي الفتره الاخيره لان امراض يعني مو الموسم كله. لا لا هاي يعني بتبلش من يبلش البستان مبيدات يرادك مليونين ونص الى ثلاثه، لان انت هاي الفتره الاخيره قامت تطلع لنا امراض سبحان الله يعني ما شايفين ماكو. عندكم متاثرين بهاي الحشره تحت الارض السكاده كلها تضرب الجذر وتشوفها مناشدات حكوميه كذا مناشدات. قال لك انتم بالشعبه الزراعيه اربعه خلال ما ثلاثه خلال شهر يتغيرون. هو مدير ناحية كل يوم متبدل الاسحاق عندك غير هذا ابو الزراعه ابو الزراعه يوميا متبدل سلفه خاف مسوين هو على حساب كل من يستلم يجي يحط صاحبه ماشي الامور هاي متعودين عليها هنا. فقلت كل اسحاق يعني الدعم ماكو دائره مالت الاسحاق يعني الزراعه يعني شو يسوي هو الشعبه لا مدعوم من المديريه العامه ولا كل شيء اوكي ناس قاعدين. فاروق شنو اهم الانواع العنب اللي تنزرع من الاسحاق؟ اهم الانواع هو اكو انواع عندك الرئاسي الكمالي العنز الحلواني افضل نوعيه عندنا الحلواني اي شوي يعني قوي يصير ويتاخر يلا يوقع العنز خوش انت مختار له تسميه العنز اي جيد هاي لا تسميه قديمه مشان خليت تبحثون ابحث عن اسم العنز هذا مضبوط الحلواني افضل نوعيه بالاسحاقي والاكثر نعم. شويه قوي يصير اقوى من باقي النوعيات زي. يعني بالامراض الحلواني حلوان اي هذا الكمالي والله شكرا هذا الكمالي هذا الكمالي مو حلوان لا لا هذا كمالي يعني زين مو اكو كمالي هذا نوعيه كمالي هذا يصير هيك لونه اي هذا لونه هذا لونه ما يصير اسود لا لا ما يصير الرئاسي اسود الرئاسي اسود زين هسه هنا هذا شنو هم بمرض اي هو هذا هاي هسه شوف هاي العنقود هاي الحراره اللي اثرت عليه لا مو بس حراره هو هذا الفطري باولي ايه هسه شوف هاي بدايه مرض باولي بدايه مرض الفلاح ينتبه على بستانه يعني اذا يعوف البستان ما يكافحه البستان كله هذا العنقود يصير مثل هذه لازم يكافح لازم يكافح يعني مالي يقول لا المكافحه ما لها دور لا البستان اللي ما يكافح تنتهي ما شبعته عنب تنتهي لا هسه البستان كله قدامك يعني هسه هذا جيد اللي ينباع اي هذا صاحب البستان تلقيه من يعني هذا يعتبر مضروب هذه بدايه الضربه شوف متوقفه من متكافحه متوقفه لا ما ابي هسه هذا هم حلواني هذا الحلواني هذا شنو هم حلواني كمالي هسه شوف هذا ابقى مكانك هذا الحلواني هذا انضرب يعني شوف هسه هو هاي حبايه طبيعيه ايه ما بيها شيء شوف هذه يعني ما متلاحق بيها شوف هاي شلون انتهى عنقود انتهى فكيف البستان انت اذا خمسه او سته دول شو يصير بيه؟ مخرج يعني غير نضوق اشوف العالم غير نضوق تكشخ بيه لا حتى نوصل يوم راي المشاهد هي كلها حزين وكلها ماكو مبيدات هم طيب مشكله الامراض هسه احنا عندنا مشكله ثانيه اللي هي التسويق ايه التسويق يعني هسه شنو اكثر نوعيه مرغوبه بالتسويق او اغلى حاليا هي كل فتره لها موسم يعني كل النوعيه الفتره الحاليه الزيتوني هو الرئاسي هو اكثر شيء كسعر هسه حاليا هو الافضل يعني بعد التاسع والعاشر لا الحلواني يسيطر على السوق يبقى بس الحلواني هو اللي يعني سعره يصير مرتب وتسويقه بس قلت لك عنده مشكله بالتسويق يعني كانت اكو يعني يزوم مثل ما يقول بقاقيل داخل المناطق ياخذ باسعار زينه تدري اغلب الفلاحين ما عندهم سيارات لا اغلبهم عندهم سيارات لا 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 بيكمات هواي شوف بيكمات هاي الطاقين بس عاد سوى هالسالفه كلش سودت اللي طاقين عندهم هسه كانوا هنا بقاقيل يجون داخل المناطق يعني من بستانك يجي يشير يطلع هسه قلت اما رجنا نظام العلاوي انه تعال الا علوه الا غيرها مشكور دكتور خلينا نشوف هذا نفوقه ما طقنا لا تجيب عنقود زين هذا ما يفيد لا لا عادي عادي لا لا ما يفيد خلي يوم راوي المشاهد هاي عسى حامض والله من خلال زين طعمه اي لا لا بعد هذا هم بعد فتره يا اخي شباب وضاح احمد مثل والله مثل ما اكرمتنا غير تاخذ عناقي اي والله نتمنى احنا من لا لا يعني كل فتره اي الها نوع مثلا اول ما يبدي نضوج العنب منه البلداوي مسمي على مود بلد لا هو بلداوي نوعيته اي على مود بلد هو بلد شو ما عندكم عنب السحقاوي لا هو احنا تابعين البلد الاسحاقي ها اي القضاء جيد البلداوي وراه منو؟ وراه يجي الرئاسي اللي حاليا موجود المنتشر اي اي الرئاسي والكمالي سويه يصير من هو الذي يصمد اخيرا ويكون اخر شيء نوع؟ الحلواني اللي هو الافضل والاقوى اللي هنا اي اي موجود نعم موجود الحلواني هذا يا شهر تقريبا يبدا التسويق السابع تقريبا نص الثامن اكثر شيء يسيطر الرئاسي والكمالي السابع نص الثامن اكثر من نص وراها يجيك تاسع عاشر 11 لا الحلواني يبقى اي الحلواني يعني هو اللي يبقى نسبه 95% الى 100%
البقيه تنتهي بقوس الحلواني، هم ما يطول ال 12 قبل 12 هو منتهي، تبلش عاد القصاص والشغل من جديد. سمعت معلومه انه صحيحكم مستورد؟ المستورد ينزل مضبوط، ينزل تنزل الحكومه بسعر، من ينزل مستورد السعر مال العنب هنا مناطقنا ينزل. السنه طلعت عندنا مشكله ثانيه اللي هي غير المستورد، انه الشمال قاموا هسه بهالفتره الحاليه يقول لك احنا ما نستقبل عنب، يابا شنو السبب؟ يقول اي عندنا ادهوك ما شاء الله الشمال. لا مو عندهم، يقول لك العنب اللي دايج من هاي المناطق انه نوعيه المكافحه والمواد اللي ديرشوها عليها مواد سامه، يعني عندها تاذي. نعم. انه يراد لها غسل او يعني تتبدل رداءه المواد، يعني حاطين اسباب. فهذا السبب هسه حاليا من توقف للشمال ماكو تصدير، يعني نزل سوق العنب هم بقوه. قبل كنتوا توصلوا لهم؟ اي الشمال تطلع تروح تبيع براحتك باي منطقه باي محافظه، الوضع طبيعي تبيع وتجي. هسه حاليا سواء سوقكم اكثر شيء هسه هنا سوقنا داخل بغداد. بغداد سامره بلد يعني انبار اي الانبار هم ياخذون والموصل. بس أيوة عموما بالعراق العنب صلاح الدين. صلاح الدين هي يعني أول أقوى شيء بالعراق صلاح الدين. جيد. أيوه هنا عندنا صلاح الدين الدجيل والإسحاق. يريدون نوجه رسالة للحكومة. إحنا والله من خلال قناتكم بركة. والسيد يعني محمد إشاع السوداني اللي هو مهندس. أيوة زراعي. هو المهندس بعد واختصاصه بركة. نعم. يعني دعم لهالفلاحين لهالناس المتضررة، يعني هو يكمل بستانه يجي أمر رباني ينضرب هو شنو ذنبه، بينما هو إذا الدولة موفرت له مواد ومكافحة هو ما راح، حتى إذا انضرب البستان يعني راح يطلع بأقل الخسائر. صحيح هذا اللي نريده. هذا اكثر شيء. وموضوع التسويق ايضا، موضوع التسويق بلك يصير به حل عن طريق الشمال. انا مواطن ايه يعني ومستهلك ايه، لما اجيك انا اليوم وانت تقول لي والله يطلع مني يمي ب 600 دينار اي نعم، واروح القاه ب 1000 ونص، هذا منو زيد ه 1000 ونص؟ ثلاث اضعاف التجار هم من يعني شنو اهل ابو العلول والبقال؟ اي ابو العلول لا البقال الخارجيين، ابو العلول رجال بس تبيع ما تطلع فرضاً فرضاً. السوق مو بالعلوة. نقدر نقول بيش بيش يطلع الكيلو. أي حالياً هسه يعني من 800 إلى 850 900. قول 800. أي نعم 800. وصلت للعلوة. أبو العلوة بيش يبيع البقال. أبو العلوة ما يبيع جوا 1000 وربع. يعني التاجر اللي ياخذ البقال هاي عاد تروح للسوق تلقيه ب 2000 2000 ونص. يعني بين قوسين المزارع هو الأكثر يتعب والأقل ربحاً. والأقل ربحاً. صار يتأذى يعني بهالموضوع. أنت تبيعه 800 العنب مالتك. روح تلقيه بمحل موجود ب 2000 2000 ونص، شنو يعني الفرق؟ يعني مزارعين العنب باوروبا اسبانيا ايطاليا هاي المناطق اي نعم هم مليارديرية طبعا، يعني العنب عندهم واصل معهم. قلت لك احنا بسبب الدعم الحكومي ماكو، هاي الاجواء الامراض الاخيره يعني شويه بدات تتاذي، بحيث بساتين هواي قامت تنقص قامت تنقص وصل القص هنا اي دار العالم تقص، مو يعني بس العنب التفاح يعني الباقي اقوى شيء عندك تيصمد بس النخل. كل التحيه وشكر لك استاذ فارس على كل هذه المعلومات، ربي يحفظك. يا مرحبا اهلا بك، وان شاء الله ابتسامتك تستمر رغم اي ظروف، ان شاء الله مستقبلا ممكن. لا لا ان شاء الله نتامل خير. الحمد لله ان شاء الله خير وان شاء الله متفائلين ان شاء الله خير. يا رب شكرا جزيلا. الله يجزاك يا مرحبا. احبتي المشاهدين الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد عبر قناه الايام الفضائيه، ولكن للاسف اخر ثلاث حلقات هاتريك من الاحزان، يعني حلقة ورا حلقة من دجيل إلى الراجدية إلى الإسحاقي. مشكلة البستنة اللي قاعد نعاني منها، الحمد لله يعني بعد ما وصلنا حلقاتنا السابقة إلى مدير عام دائرة وقاية المزروعات قال أمننا خير إنه أكو الشركة الآن من جنوب أفريقيا أو من أي دولة راح تبدأ تصلح الثمان طائرات الخاصة بوزارة الزراعة، وما تظل وزارة الزراعة معتمدة فقط على طيران الجيش العسكري اللي هي مهمته اليوم أمنية، تحولت إلى زراعية بسبب اليوم للأسف انعدام وجود الطائرات. نتمنى اليوم من الجهات المختصة والتحديد وزارة الزراعة أنه الاهتمام فقط بالقمح هو اهتمام اليوم واجب على وزارة الزراعة، وحقق اختفاء ذاتي للسنة الثانية، ولكن هي اسمها وزارة الزراعة مو وزارة القمح والحصاد، يعني لازم نسوي وزارة العنب وزارة التفاح ماكو شيء. فأنا مثل ما أهتم، وهذا اليوم واجب أرجع أقول على الحكومة، مثل ما أهتم بالقمح وصلت إلى مرحلة اكتفاء ذاتي، عندنا أمور أخرى لازم أهتم بيها. مو ذنب أبو البستان أنه يخسر أراضية الزراعية أو يتحول من الحمضيات إلى شيء آخر والله أن دعم حكومكم، مثل ما أكو بعض المزارعين خسروا بمزارعهم ببعض المحاصيل عوضتوهم. اليوم بستان 10 دواني منتج لصندوق، وهذا بسبب اليوم الخسار والأمراض. أيضا اليوم الجهات المختصة تتحمل ذنب كبير، تتحمل عليها عتب كبير جدا. يعني يجب أن يكون الفلاح العراقي مضمون
للدوله العراقيه. ليش؟ اليوم مثلا البستان واحد انت معيش منه مثلا يشتغل بيه فد 10 شباب 12 شاب، هؤلاء اذا ما لقوا شغل راح يطلع لك تظاهرات امام مجالس المحافظات او الوزارات يريد تعيين، وهذا اليوم واجبك انت توفر له فرص عمل. احبتي المشاهدين، ارض السواد مستمر بنقل معاناه الفلاحين بمختلف المحافظات والاقضيه والنواحي والقرى العراقيه. نلتقيكم بحلقات اخرى على الصحه والخير والبركه والعافيه. الى اللقاء.